السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هندرس مع بعض النهاردة استنتاج المساقط الثلاثة من المنظور الهندسي. نشوف مع بعض أول رسمة هتقابلنا، عايزين نطلع الثلاث مساقط بتاعة الرسمة دي. زي ما قلنا طبعا المسقط الرأسي والجانبي والأفقي، عايزين نستنتج الثلاث مساقط للرسمة دي. هنيجي مع بعض هنا كده يا شباب، ادي الرسمة اهي. عايز استنتج اول حاجة المسقط الرأسي. طبعا المسقط الرأسي اول حاجة اشوف الطول، الارتفاع اللي عندي قد ايه، 52 ملي في 42 ملي. اروح عامل المقاس ده كده يا شباب، 52 في 42. ادي المقاس يا شباب، 52 في 42، وليكن بالشكل ده كده. تمام، ده اول حاجة بعملها اللي هو المستطيل الخارجي للمقاس ده. اول حاجة هننظر مع بعض هنا كده في الجزء من تحت هنا كده، في ارتفاع 10 على الجسم كله، و اروح عامل خط ارتفاع 10 على الجسم كله بالطريقة دي كده. في منتصف الجسم هنا يا شباب نعمل هنا كده خط السنتر بتاع منتصف الجسم، اللي هو بيبقى عبارة عن شرطة ونقطة. بالشكل ده كده زي ما قلنا مع بعض. ده منتصف الجسم معايا، تمام. هيجي هنا ده في المنتصف، في المجرى اللي موجودة عرض 10، فهيجي على الخط المنتصف ويبعد كده 5 ويروح جاي واخد خط، ونفس الكلام هنا مثلا 5 برضو زيها وخط، هتبقى ظاهرة بالشكل ده. تمام كده يا شباب، يبقى هنا الجزء اللي تحت عندي خلاص كده انتهى. هيطلع الجزء اللي فوقيه، في موجود معايا الفتحة اللي موجودة في المنظور ده عرضها 21 كده يا شباب، في ارتفاع 25. ادي ارتفاع 25 في العرض 21. هاخد من خط السنتر 10.5 يمين و10.5 شمال. بالشكل ده كده يا شباب. وبعد كده اروح موصل نقطتين ببعض يديني الشكل ده كده. بعد كده يا شباب المجرى الحرف الفي اللي موجود عندي فوق ده، حرف الفي على نفس 21، عرض 21 يبقى 10.5 من السنتر من هنا. بعد كده يا شباب اهو في نازل تحت 10 ملي بالشكل ده. وامسح الزيادة اللي موجودة عندي دي. ده كده يا شباب شكل المسقط الرأسي. طيب تعال نرسم مع بعض يا شباب المسقط الجانبي. المسقط الجانبي هو
الارتفاع بتاع المسقط الرأسي الموجود عندي. تمام اهو، اللي هو الشكل ده كده، حرف ال L ده، العرض بتاع ال L ده كده 10 كده، وليكن نعملها كبيرة شوية عشان يبقى الشكل ظاهر. وادي الخط ده كده وليكن 37، ارتفاع 10 برضو، هيبقى على نفس المستوى الخط ده اهو كده. كده زي ما احنا شايفين كده شباب مع بعض، عملنا حرف ال L بتاع المسقط الجانبي. نمسح الزيادة دي كده، بعد كده هيجي من هنا ويحصل المجرى ال V ده، هنشوف خط شرط هنا كده يا شباب، خط شرط بتاعت المجرى الفي، خط شرط ليه؟ علشان انا كده هي مش باينه في المسقط الجانبي، فتتعمل خط شرط. بالشكل ده كده يا شباب. تمام، نفس الموضوع، المجرى اللي هي تحت على نفس الحدود بتاعتها كده، وخط شرط برضه. ومن تحت نفس الكلام. وبعد كده عندي المجرى اللي نازلة دي كده يا شباب، الشطف اللي موجود ده اهو، هقيس من هنا كده لحد هنا 17، وبعد كده اروح عامل الخط بتاعي ده، يبقى خط شرط برضه يا شباب. هيبقى خط شرط بالطريقة دي كده يا شباب. تمام كده يا شباب. بعد كده هندخل على المسقط الأفقي. المسقط الأفقي عندي يا شباب هياخد نفس العرض بتاع الرأسي بالشكل ده كده، وهياخد الارتفاع بتاع عرض الجانبي قصدي بالشكل ده كده يا شباب اهو. لما هاجي ننظر من هنا من كده من فوق، هشوف الشكل الموجود عندي ده، هيبقى عبارة عن خط هنا كده اللي هو العرض العشرة ده كده يا شباب اهو، من هنا كده في الجسم كله. هي دي الخط اللي هو العشر، هيجي في منتصف الجسم اللي هي المجرى 21 دي، هتظهر في العرض العشر ده، يبقى في خط في النص بتاع المجرى اللي هو حرف الفي ده من تحت، يبقى خط كده خط هنا يا شباب. بعد كده على الحدود بتاع 21 هينزل معايا برضو خط واضح الطريقة دي كده، خط جنب التاني بتاع أول وآخر حرف الفي اللي موجود عندي، اللي هو 10.5 يمين و10.5 شمال. تمام كده يا شباب. الحدود بتاع المجرى اللي تحت هي نفس حدود حرف الفي اللي موجود عندي، اللي هي 21 برضو. بعد كده هاجي
الشطف اللي موجود هنا ده يا شباب هيظهر عندي مستطيل في الشكل من هنا، عرض 10 هيبقى 5 يمين و5 شمال في ارتفاع 17. بالشكل ده كده يا شباب. ده كده المسقط الأفقي. وبكده يا شباب يكون عملنا أول رسمة، وهنكمل بقية الرسومات على نفس الوضع ده كده يا شباب. وبكده يا شباب يكون وصلنا لنهاية درس النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.